بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بإذن الله محاضرات المنهجية القانونية، وسوف نتطرق في هذه المحاضرة إلى الاستبيان وإلى المقابلة ثم الملاحظة. إذن بالنسبة للاستبيان، ما هو الاستبيان؟ فالاستبيان لديه عدة تعاريف، أو نجد عدة تعاريف للاستبيان. أولا هو يعني أداة تتضمن مجموعة من الأسئلة أو الجمل يعني الخبيرة التي يطلب من المبحوث الإجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث أو أهداف البحث. وهو أيضا مجموعة من الأسئلة المكونة من أهداف البحث التي تعكس أهداف البحث أو أهداف الدراسة، وهذه الأسئلة تكون عادة مكتوبة وتعد يتم إعدادها بقصد يعني الحصول على معلومات أو آراء المبحوثين حول ظاهرة معينة. ويعتبر الاستبيان وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق إعداد استمارة يتم يعني تعميمها أو تعبئتها من طرف المبحوثين، تعميمها على مجموعة من المبحوثين الذين سوف يكون بطبيعة الحال عناصر يعني العينة التي اختارها الباحث أو الطالب لدراسة ولإنجاز البحث. ويسمى الشخص الذي يقوم ب يعني بملء الاستمارة أو تعبئة الاستمارة ب يعني يعني بملء الاستمارة بالمبحوث، كما يسمى الشخص الذي يقوم بإعداد الاستمارة أو الباحث، هو المستجيب أو السائل أو المتفحص أو الدارس إلى غير ذلك. إذن خطوات الاستبيان، هنا أيضا نجد بأن للاستبيان عدة خطوات. أولا يجب تحديد موضوع الدراسة بدقة بشكل عام، يعني يكون متصل اتصالا وثيقا بالموضوعات الفرعية المنبثقة عن البحث. مثال ذلك دراسة الخدمات التي تقدمها يعني مكتبة الجامعة للطلبة وهيئة التدريس، يعني حيث يتم تحديد مثلا هذه الخدمات وتقسيمها إلى خدمات مثلا لها علاقة بالطلبة كالإعارة، إعارة الكتب إلى غير ذلك، وخدمات لها علاقة بالإدارة وترتيب الكتب والأرشفة إلى غير ذلك، ويعني خدمات المعلوميات إلى غير ذلك. فيجب أن يكون موضوع أو مضمون البحث واضحا وأهدافه واضحة، وعلى أساسها يتم بناء هذا الاستبيان وهذه الأسئلة التي سوف نحصل من خلالها على معلومات تعطينا نتيجة البحث أو الدراسة. ثانيا يتم صياغة يعني مجموعة من الأسئلة حول كل موضوع فرعي، بحيث تكون جميع هذه الأسئلة ضرورية، ولا ينبغي أن تكون هذه الأسئلة مكررة، فينبغي أن تكون الأسئلة دقيقة وموضوعة بدقة وتخدم أهداف البحث دون أن تكون فيها تكرار أو حشو. ثالثا يجب أن يعني أن تكون الأسئلة لا تتضمن إيحاء بالإجابة، يعني الأسئلة يجب أن تكون مجربة ويجب أن تكون يعني خالية، يعني تجتاز بالموضوعية وتكون خالية من حضور ذات الباحث في الأسئلة. فيجب أن يكون السؤال مجردا ودقيقا لكي ينقل انطباعة الآخرين بأمانة وبصدق. يعني إجراء اختبار يعني تجريبي لهذه الأسئلة ضروري بالنسبة للباحث، فيعني على هذا الاستبيان، يعني وذلك عن طريق يعني عرض هذا الاستبيان أو هذه المجموعة من الأسئلة على يعني على عدد غير محدد من الأفراد قبل اعتمادها بشكل نهائي في بحثه. ومن هنا سوف يعني يكتشف إما يعني أهمية الأسئلة وأهمية يعني الإجابات التي سوف تكون مفيدة للبحث، أو يكتشف قصور
قصور بعض الأسئلة التي يجب تقويمها، أو يعني مدى تغطية الاستبيان لموضوع الدراسة، واقتراح أسئلة إضافية لم ترد يعني في الاستبيان. ويجب كذلك عرض الاستبيان على عدد من يعني المحكمين المتخصصين يعني في مجال يعني العلوم يعني المناهج إلى غير ذلك لمراقبتها. تعديل الاستبيان في مرحلة لاحقة إذا كان ذلك ضروريا، إذا اكتشف بأن بعض الأسئلة مكررة أو بعض الأسئلة غير واضحة أو مبهمة، فيقوم بتعديل هذا الاستبيان ثم اعتماد النسخة النهائية من الاستبيان بعد أن يكون قد قام بتجريب هذا الاستبيان. ثم المرحلة الأخيرة وهي توزيع الاستبيان على عينة البحث وعينة الدراسة، وذلك بطرق المناسبة. لذلك ف يعني هناك عدة طرق سوف نأتي إلى ذكرها. هناك أيضا أنواع الاستبيان، يمكن للباحث أن يستخدم في مجال الاستبيان أنواعا مختلفة ومتعددة من الأسئلة، ويعتمد يعني ذلك على طبيعة الدراسة، أو يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بطبيعة البحث وطبيعة الدراسة، وإمكانيات أيضا الباحث ومهاراته العلمية والمنهجية في طرح السؤال، وذكائه في طرح الأسئلة التي يعني يأخذ بها نتائج البحث ويتخدم الدراسة خدمة جيدة. وطبيعة العينة أيضا تؤثر في طبيعة الاستبيان، فإذا كان الاستبيان مكتوبا يجب أن تكون العينة مثلا من الأشخاص الذين يعني يحسنون الكتابة والقراءة ويمكنهم تعبئتها بسهولة، وأيضا نوعية الأسئلة يجب أن تكون في مستوى يعني إدراك المبحوثين. إذا كانت العينة من أطفال يجب أن تكون الأسئلة من مستوى الأطفال، إذا كانت العينة موجهة للراشدين فهي تتوجه إليهم أيضا بمستواهم المعرفي والإدراكي، وإذا كانت موجهة أيضا متخصصين في مثلا الأطباء إلى غير ذلك، فيجب أن تراعي العينة هذه الجوانب كلها لكي تكون نتائج البحث جيدة. إذا في الاستبيان أيضا هناك أنواع متعددة من الأسئلة، يعني عموما نجد مثلا الأسئلة المغلقة أو الاستبيان المقيد. فالاستبيان المقيد هو الذي يعني يكتب فيه تحت كل سؤال عدد من الإجابات، فيكون المبحوث مقيدا باختيار أحد الإجابات المعروضة عليه دون فسح المجال له لإبداء رأيه أو إضافة يعني اختيار آخر من طرفه. ويمتاز هذا النوع من الأسئلة بالمميزات الإيجابية التالية، وهي أن الإجابة تكون محددة ومن طرف الباحث مسبقا، وتكون أهدافه محددة، ويسهل عليه جمع المعلومات أو تفريغ المعلومات عدديا وتصنيفها عدديا. ثانيا سهولة عملية التصنيف كما قلنا، ويعني ترتيب وتحليل الإجابات، مما يؤدي إلى التقليل من يعني الكلفة المالية وعدد يعني المبحوثين، سوف يعني يحدد عدد يعني المعلومات المحددة في هذا الاستبيان، والعينة المحددة سوف تحدد بسهولة على الباحث جمع المعلومات ورصها وتصنيفها، خاصة إذا اعتمد المعاينة الطبقية يعني في 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 اختيار العينة. أيضا وضوح المعاني والدلالات وتقليل الغموض لدى المستجيب، يعني أن المستجيب أو المبحوث لا يجد صعوبة في ملء يعني الاستمارة، فهو فقط يضع علامات أمام الاختيارات المطروحة أمامه، ويعني يسهل عملية البحث، ويعني يسهل على الباحث حصول على المعلومة بسهولة، حيث لا يتطلب من المبحوث مجهودا للكتابة أو لإبداء الرأي، فتعبأ الاستمارة بسرعة وتكون الردود سريعة. أيضا
ايضا اكتمال الاجابات نسبيا والحد من بعض الاجابات غير المناسبه. يعني الباحث حينما يحب يضع في استمارته اسئله مغلقه او استبيان مقيد فهو يحدد يعني مجال الدراسه بدقه ويحدد يعني المطلوب بدقه، وبالتالي فانه يزيح عنه صعوبات تفريغ الاستمارات من اراء اصحابها الى غير ذلك. سهوله التعامل مع الاسئله التي تحتوي يعني اجابات على ارقام مثل العمر والدخل الفردي الى غير ذلك، ارتفاع نسبه الردود على الاستبيان. قلنا بان هذه من ايجابيات هذا النوع من الاستبيانات لانها تكون سهله التعبئه وغالبا ما يحصل الباحث من ورائها على اجابات سريعه من طرف المبحوثين. اما عيوب هذا الاستبيان فيعاب عليه الاسئله يعني نوع الاسئله المغلقه لانها تقيد المبحوث في اجاباته ويعني قد يفوت الباحث على نفسه فرصة التعرف على المزيد من 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 المعلومات التي قد يفيده بها المبحوث في إطار بحثه. يعني يعني كما أن الباحث يعني قد يغفل بعض الإجابات أو الخيارات أحيانا في وضعه الاختيارات الأجوبة قد تغيب عن ذهنه بعض الأشياء التي يمكن أن يستفيد منها من طرف المبحوثين إذا ترك لهم المجال مفتوحا، وهنا ينبغي أن يضع يعني خيارا يعني أخيرا من نوع يعني أو خيارا ثالثا بعد الإجابة المغلقة هو نوع كنوع مثلا أو غير ذلك أرجو التحديد، يعني يضيف شيء إذا كان المبحوث لديه فكرة إضافية يضيفها على الاختيارات التي حددها الباحث، ويستفيد بالتالي الباحث من هذا المبحوث. ويستحسن أن تكون هذه يعني هذه العملية في إطار يعني التجربة الأولى للاستبيان قبل تعديله نهائيا لكي يتم تعديله بصفة نهائية. ثم يعني هناك النوع الآخر من الأسئلة وهو الأسئلة المفتوحة أو الاستبيان يعني المفتوح. هذا النوع يعني يكون فيه للمبحوث مطلق الحرية في الإجابة على الأسئلة، وفي هذه الحالة قد تأتي الإجابات متنوعة تنوعا واسعا وتترك للباحث مجالا كبيرا للتحليل وللدراسة. إذا هذا يعني النوع من الاستبيان أو هذا النوع من الأسئلة المفتوحة تكون الحرية في الإجابة على الأسئلة متروكة للمبحوث بطريقته ولغته وأسلوبه الخاص الذي يراه مناسبا، وقد يستفيد الباحث منه حينما يترك له هذا المجال مفتوحا للإجابة. ثالثا الاستبيان المقيد المفتوح. هناك يعني الأسئلة المغلقة المفتوحة، وهذا النوع من الاستبيان أو هذا النوع من الأسئلة يجمع بين النوعين السابقين فيختار يعني الإجابة الملائمة ويعلق عليها حسب ما يبدو له يعني من آرائه الشخصية. فيعني إذا كانت الجواب مثلا السؤال يعني ينتهي بنعم أم لا فهذا سؤال مغلق، ولكن إذا كان متبوعا يعني لماذا فهنا يصبح الباب مفتوحا للمبحوث، نعم أم لا مغلق ولكن يتبعه المفتوح لماذا. إذا قال نعم لماذا، إذا قال لا لماذا، أو تكون محددة إذا كان الجواب نعم لماذا، إذا كان الجواب لا لماذا. في هذا الإطار يكون هناك تزاوج بين ما هو مفتوح وما هو مغلق لكي تكون الدراسة أكثر عمقا وأكثر يعني جدوى على مستوى تحصيل النتائج. أيضا هناك الشروط الواجب مراعاتها أثناء إعداد الاستبيان. هنا يعني نشير إلى شروط شكلية ويعني شروط موضوعية. بالنسبة للشروط الشكلية يجب أولا تقديم الاستبيان في شكل مطبوع طباعة واضحة
ولائقة في شكل استمارة مكتوبة. يجب أيضا أن يقسم الاستبيان إلى ثلاثة أجزاء، أولا المقدمة وتتضمن التعريف بالباحث وأهمية البحث وهدف البحث إلى غير ذلك، من أجل إقناع الباحث المبحوث عفوا بجدوى ملء الاستمارة، وتتضمن يعني أيضا معلومات حول المبحوث مع إعطاء ضمانات حول سرية المعلومات على أساس أن لا تكون المعلومات المطلوبة شخصية، يعني ربما لا يطلب منه اسم المبحوث فيطلب منه فقط صفة مهنة إلى غير ذلك لكي السن. فهذه الأمور أو هذه الأشياء العامة تفيد البحث ولا تضر بخصوصية المبحوث. ثالثا يعني المتن أو المضمون، يعني الأسئلة يجب أن تكون الأسئلة إلى موجهة توجيها دقيقا لخدمة أهداف البحث، ومدروسة بذكاء وموضوعة بذكاء لتحصيل النتائج المتوخاة منها. ثم أيضا أن تكون هناك معلومات وإرشادات حول تعبئة الاستبيان، وهذا يعني يدرجه الباحث يعني كعنوان كلي يستطيع المجيب يعني الاتصال به في يعني في وضع رقمه الهاتف أو يعني إعطاء إرشادات عامة لكيفية ملء الاستبيان في ورقة الاستبيان إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن للباحث أن يدرجها ضمن الاستمارة للحصول على النتائج. ثم هناك الشروط الموضوعية، يجب من خلال يعني من حول الشروط الموضوعية يجب صياغة الأسئلة بشكل واضح كما قلنا وبلغة تتناسب مع مستوى المبحوثين كما فصلنا، إذا كان الأمر يتعلق بأطفال بفئة اجتماعية معينة بفئة علمية أو ثقافية معينة. تجنب استخدام تعابير ومصطلحات غامضة، يجب أن تكون التعابير واضحة ومؤدية للمعنى ولا تحمل أكثر من تفسير يكون تفسيراتها واضحة. وفي حالة ورود يعني مثل هذه المصطلحات فعلى الباحث تعريفها لإزالة هذا الغموض. إذا كان استبيان فيه مصطلحات مثلا دقيقة أو مصطلحات قانونية علمية خاصة فيوضح في الاستبيان المعنى المقصود من المصطلح الذي ورد في السؤال. أن يكون طول السؤال مناسبا، ويجب تجنب الأسئلة الطويلة التي قد تضلل المبحوث أو يعني تذهب بالمبحوث إلى معنى مغاير أو يعني خارج نطاق البحث. فيجب أن يكون السؤال قصير ودقيق ويعني هدفه محدد تحديدا يعني دقيقا. التدرج في طرح الأسئلة من السهلة إلى الصعبة أو من يعني البسيطة إلى المعمقة ومن العامة إلى الشخصية أو الخاصة. يجب أيضا أن يعالج السؤال مشكلة واحدة أو ظاهرة واحدة، ويجب يعني تجنب الأسئلة التي تتطرق لأكثر من مشكلة أو أكثر من موضوع واحد في نفس السؤال. يجب أن يكون كل سؤال يحمل معنى محدد ولديه هدف محدد. ثم بقي لنا طرق إرسال الاستبيان. قل كما سبق وأن قلنا لديه هناك يعني لدى الباحث أو لديه عدة يعني وسائل لتوزيع استبيانه، إما باليد توزيعه باليد المباشرة وجمع هذه الاستبيانات يعني مباشرة باليد، وهذا أوثق للباحث للحصول على المعلومة بالنسبة لإنجاز بحثه. ثم هناك بواسطة البريد التقليدي، قد يكون البحث عينة البحث مشتتة داخل يعني الوطن، فيمكنه إرسال العينة عبر البريد وانتظار يعني ردود. ففي هذه الحالة يعني هناك غياب فرصة التوضيح أو اتصال الباحث بالمبحوث، وأيضا غياب يعني إمكانية الردود، يعني قد تذهب استمارات دون أن يحصل الباحث على ردودها. ثم عن طريق يعني الهاتف يمكن للباحث أن يأخذ الاستمارة المكتوبة ويتصل هاتفيا ويقوم بتعبئتها بنفسه بأخذ المعلومات من المبحوث. أيضا هناك
عن طريق البريد الإلكتروني. فهذه الطريقة هي التي أصبحت شائعة حاليا يعني في البحوث العلمية، أن تتوصل في بريدك الإلكتروني باستمارة يطلب منك تعبئتها وللإشارة. فينبغي أن نستجيب لهذه الاستمارات، لأن هذه البحوث أهدافها يعني خدمة المجتمع، وبالتالي فأنا كبحوث أساعد الباحث على الإجابة على تساؤلات وحل مشاكل اجتماعية معينة. فيجب أن أحفز الباحث إذا توصلت في بريدي الإلكتروني، يعني هذا على الهامش أو نفتح قوس، فيجب أن أساعد الباحثين، لأن بدوري سوف أكون في يوم من الأيام أحتاج إلى هذه المعلومة، وسوف أكون مسرورا إذا توصلت بنتائج البحث أو بالإجابة على استماراتي. ما هي مزايا وعيوب الاستبيان؟ بالنسبة لمزايا الاستبيان، أولا هو توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث في عملية جمع المعلومات، خاصة إذا كان البحث بحثا ميدانيا ويعني يتطلب معلومات ميدانية أو صبر للآراء إلى غير ذلك. الوصول إلى كم من هائل من المبحوثين في مختلف مناطق العالم وفي فترة زمنية معقولة، خاصة مع توفر البريد السريع أو البريد الإلكتروني الذي يسهل هذه العملية. من عيوب الاستبيان نجد مثلا أن للاستبيان عيوب، فعلى الرغم من مزاياه كأداة لجمع المعلومات، إلا أن لهذا يعني لهذه الآلية أيضا عيوبها، فقلة يعني الكشف عن صدق وثبات يعني العملية البحثية، فقد يكون يعني المبحوث يعني لا يدلي بآرائه الصحيحة أو الصريحة حسب المجتمعات. فهناك مجتمعات تستجيب وبأمانة لهذا النوع من الاستبيانات، وهناك مجتمعات يعني تتحاشى يعني الإفصاح عن آرائها الفعلية، وتكون يعني النتائج في هذا الاستبيان قد تكون تضليلية. يعني تأثر صدق الاستبيان بمدى تقبل المستجيب لهذا الاستبيان، يعني من عيوب الاستبيان قد لا يرد، قد لا تأتيك ردود يعني بالمرة، أو قد تأتيك ردود غير واضحة، أو عدم تعبئة الاستمارة كلية فتعبأ بعض الأسئلة وبعض الأسئلة لا تعبأ. يعني يتأثر صدق الإجابة بوعي الفرد المستجيب ودرجة اهتمامه بالظاهرة أو المشكلة أو البحث، يعني إذا لم يكن مهتما بالبحث قد لا يجيب بالمرة على الاستمارة، أو قد يجيب على بعض الأسئلة ويتجاهل الأسئلة الأخرى إلى غير ذلك. قد يترك المبحوث يعني عددا من فقرات الاستبيان كما قلنا فارغة، فهذا يعني يضر بالعملية البحثية، ويعتبر من سلبيات هذا النوع من الآليات في البحث. ثم ننتقل إلى المقابلة. فالمقابلة هي عبارة عن محادثة شفوية يقوم بها الباحث ويجمع من خلالها معلومات بطريقة شفوية مباشرة من المبحوث. والفرق بين المقابلة والاستبيان هو أن المبحوث يعني المبحوث في الاستبيان هو الذي يكتب الإجابة على أسئلته، بينما في المقابلة يقوم الباحث بنفسه بكتابة إجابة يعني المبحوثين، والتي يتلقاها إما عبر الهاتف أو عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة حاليا. إذن المقابلة عبارة عن حوار يدور بين الباحث والمبحوث، الغرض منه أن يجمع الباحث معلومات حول مجموعة البحث أو حول عينة البحث، فينزلها كمعطيات في بحثه. ويعني هذه العملية تتطلب وقتا طويلا وتتطلب جهدا كبيرا من طرف الباحث، وعليه ان يعني ان اذا اختار هذا النوع من يعني الآليات البحثية فعليه بالصبر واخذ مواعيد مع الاشخاص الذين يريد مقابلتهم، وتوقع عدم توفر هؤلاء الاشخاص في الاوقات التي تكون متاحة له استجوابهم،
توفرهم في الأوقات التي قد يكون هو منشغلا بأمور أخرى في البحث أو لديه عمل إداري إلى غير ذلك. بالنسبة ل يعني الأنواع المقابلة، يمكن تقسيم أنواع المقابلة يعني حسب عدد من تتم مقابلتهم إلى مقابلة فردية ومقابلة جماعية، وتقسم من حيث طريقة إجرائها أو تنفيذها إلى مقابلة شخصية ويعني مقابلة شخصية إذا كانت تتم وجها لوجه مع المبحوث، أو مقابلة تليفونية إذا كانت تتم عن طريق الهاتف، أو مقابلة تلفزيونية وتتم باستخدام أجهزة السمع البصري، أو مقابلة بواسطة الحاسوب عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وقد تختلف المقابلة في درجة الحرية يعني الممنوحة للمستجيب في إجابته، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم أيضا المقابلات إلى ثلاث أنواع: المقابلة المفتوحة، وهذا يعني النوع يعني من المقابلات يعطي للمستجيب الحرية في الكلام دون محددات للزمان أو للأسلوب يعني المجاب به، وهذه يعني الآلية قد تعطي معلومات ليست ذات صلة بالموضوع، فحينما نترك المجال مفتوحا للكلام قد ينحرف بنا الباحث المبحوث إلى منحنيات ليست من صميم البحث، وعلى يعني الباحث أن يكون يعني يكون يعني صحفيا حاذقا لكي يعيد المبحوث إلى صميم الموضوع وإلى الهدف المتوخى من المقابلة. أيضا هناك المقابلات شبه المفتوحة، وهنا تعطى الحرية يعني للمبحوث بطرح السؤال بصيغة يعني أخرى، أو يعني أو طلب يعني من المستجيب مزايا من أو يعني توضيحا أكثر وتفسيرا أكثر لآرائه، وفتح نقاش بين الباحث والمبحوث، فتكون شبه مفتوحة، تحدد الأسئلة بدقة، ولكن على يعني يقوم المبحوث الباحث باستدراج المبحوث من خلال الأسئلة الفرعية المتعلقة بالسؤال المحوري الذي يتمحور حوله يعني البحث أو الأسئلة الأصلية للبحث، يعني للتدقيق معه في بعض الأمور التي قد جعلوا يعني المقابلة تنتقل من المغلقة إلى شبه المفتوحة، فتكون هناك أسئلة محددة لديها إجابات مغلقة كنعم أو لا، ثم قد يفتح معه المجال إلى لماذا وكيف وإلى غير ذلك. المقابلة المغلقة، وهنا يعني يطرح يعني الباحث السؤال وينتظر الإجابة مباشرة على السؤال دون أن يعني يفسح المجال للطرف الآخر بالتفسير أو إعطاء تفسيرات، فتكون الأسئلة محددة ومغلقة، وعلى المستجيب أن يجيب بإجابة محددة تكون معروف محتملة مسبقا إما نعم أو لا أو ممكن إلى غير ذلك. الأمور، ما هي الأمور التي يجب يعني مراعاتها أثناء إجراء المقابلة؟ إذن هذه الأمور يجب أن أولا أن يقوم يعني الباحث بالتدرب على إجراء المقابلة، والتأكد من الأشخاص يعني الذين سوف يقوموا بمقابلتهم وبكفاءتهم لأداء المعلومة المطلوبة. قد يلجأ الباحث إلى أشخاص آخرين للقيام يعني بمهمة المقابلة بدلا منه، ففي هذه الحالة إذا كان البحث شاسعا وفيه مجموعة يعني مجموعة من الباحثين، فعلى الباحث الرئيسي أو المشرف على البحث أن يختار هؤلاء المساعدين في البحث بدقة، وأن يحدد لهم الأهداف بدقة، وأن يعني
يعني يستأمنهم على هذه المقابلات ويأتوا له ب يعني بمعلومات دقيقة. ثانيا الترتيب المسبق للمقابلة، يجب أن تكون الأسئلة موضحة مسبقا، فلا تكون المقابلة يعني يأتي الباحث دون تحديد مجموعة من الأسئلة المحضرة مسبقا، فيجب أن يكون قد حضر أسئلته مسبقا، سواء الأسئلة المفتوحة المغلقة أو شبه المفتوحة، و يعني من الأحسن أن تكون مكتوبة لديه وأن يقوم بكتابة أو آلة تسجيل لتسجيل يعني المبحوث وهو يدلي بآرائه لإعادة سماعها مرة أخرى وتنزيل المعطيات المحصل عليها. تحديد مكان إجراء المقابلة، فمن الأفضل أن تجرى المقابلة في مكان هادئ يمكن فيه العمل بأريحية، ويمكن أيضا للمبحوث أن يكون فيه مستريحا ويستطيع يعني الإجابة بأريحية. خامسا مظهر الباحث، يعني يجب ان يتناسب يعني مظهر الباحث مع طبيعه المبحوث، فاذا كان طبيعه المبحوث مثلا مسؤولا اداريا فيجب ان يكون هندام الباحث مرتبا حينما يعتاد اداره التي يكون فيها هذا الموظف في اثناء اداء عمله او ياخذ منه موعدا لاجراء هذه المقابله. اذا كان الامر مثلا يتعلق بفلاح، يجب على الباحث أن يذهب بملابس تحاكي الفلاح حتى يحس هذا الفلاح بالارتياح وبالانتماء للشخص، ويعني يعني يتجاوب معه فيلبس ألبسة متواضعة لمقابلة هذا الشخص، حتى لا يحس الشخص بأن هناك يعني فارق بين الشخصين. يعني هذه فقط إشارات يعني كمساعدة للباحث، يعني إذا كان مثلا نعطي مثال أكثر دقة، مثلا الباحث يريد أن يدرس أو يلاحظ على مستوى الملاحظة، يلاحظ يعني أشخاص يتعاطون مخدرات، فإذا كان ذهب إليهم ببدلة يعني مرتبة فقد يشكون في أمره أنه يعني من 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 الشرطة أو جاسوس إلى غير ذلك. أما إذا ذهب يعني بملابس تحاكي ملابسهم وبوضعية تحاكيهم وجلس معهم ويعني أخذ وأعطى معهم في الكلام وتشارك معهم مثلا المقهى أو أكل أو إلى غير ذلك، فهو يسمح لهم بالارتياح والاطمئنان الذي يمكن من خلال ذكائه أن يجري معهم البحث بأريحية وسؤالهم دون أن يشعر الطرف الآخر بالخطر أو بالمتابعة إلى غير ذلك. إذن مراعاة قواعد وأسس طرح الأسئلة بشكل غير متحيز، بمعنى أنه لا يوحي السؤال كما قلنا بنوع من الإجابة، فتكون الأسئلة موضوعة بحيادية، ومن المعلوم أن شخصية الباحث يجب أن تتميز بالحياد وبالموضوعية، وأن تكون ذات الباحث منفصلة عن البحث وعن أهداف البحث، فيكون يعني يرتدي بدلة الطبيب المشرح الذي يشرح جثة المريض لأجل معرفة سبب الموت أو سبب المرض إذا كان المريض على قيد الحياة، فيشرح لكي يزيل الخلل الموجود في الجسم ليستعيد الجسم يعني المبحوث أو المدروس أو المتعاطى معه عافيته التامة. إذن يجب أيضا على الباحث يعني عند طرح الأسئلة أن يتكلم بطريقة عادية جدا، لأنه حتى لا يحسس الطرف الآخر يعني وجود يعني أمر في الأسئلة، فيكون أسئلته ببساطة وبلطف وبأدب ويعني بحسن الطلب من أجل أن يحصل على حسن العطاء. أيضا عدم طرح الأسئلة الشخصية في بداية المقابلة، يعني أن تكون يعني لو كانت لها أهمية في البحث تترك
يترك الى اخر المقابله حتى يستانس الشخص المبحوث، ويمكن ان تنشا نوع من الثقه بين الباحث والمبحوث حتى يدخل معه في الامور التي يمكن ان يفصل معه في امور شخصيه قد لا تكون شخصيه لذاته، ولكن قد تكون حساسه بالنسبه للمبحوث ولكنها تفيد البحث، فعلى الباحث ان يؤجلها الى اخر المقابله، ان يظهر الباحث يعني الباحث للمبحوث، او ان يعني كشخص يعني ان يظهر له كشخص يعني جاد و يعني مهتم بالبحث، ان يعني يبدو على الباحث ان الامر الموضوع بين يديه هو امر هام، وان يكون جادا في 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 بحثه، وان يكون يعني يوحي للاخر بان الامر اجابات اجابات مصيريه من اجل انجاح هذا البحث، ان يقنعه بشتى الوسائل للتجاوب معه في اطار هذه المقابلة. إذن مزايا وعيوب المقابلة، بالنسبة لمزايا المقابلة تعتبر هذه الآلية أداة من أدوات البحث العلمي وجمع المعلومات والبيانات، مما يجعلها وسيلة فعالة في العديد من البحوث الاجتماعية ومنها القانونية أيضا، ويعني من أهم يعني مزاياها هو ارتفاع نسبة الردود مقارنة مع الاستبيان، فحينما تكون وجها لوجه مع الشخص فإنه يتجاوب معك يعني ويعني يستجيب لأسئلتك، هي أيضا أحسن وسيلة لجمع المعلومات في المجتمعات الأمية أيضا، حيث لا يصعب على بعض المبحوثين كالأطفال الصغار والأشخاص المسنين الذين ليس لهم دراية بالكتابة والقراءة يسهل يعني دراستهم بهذه الطريقة. أيضا هي تمتاز بالمرونة وقابلة توضيح الأسئلة للمبحوث في حالة عدم فهمه للسؤال، وهذا يجعل الباحث قريب من الذات المدروسة، وقد يلاحظ ملاحظات عديدة في إطار المقابلة، ربما حتى حركة يعني الوجه حينما يطرح السؤال قد توحي للباحث بانطباعات معينة، وقد تؤدي إلى يعني هذه الملاحظات، تدوين هذه الملاحظات قد تفيد نتائج البحث. يعني تقلل يعني المقابلة احتمال نقل الإجابات الخاطئة، لأن الباحث هو مقابل للمبحوث ويدرك يعني بملامح الوجه أن الباحث جاد في إجاباته، أو أنه مستهتر، أو أنه يعني يجيب بطريقة متخوفة، أو يتهرب من بعض الأجوبة، فهو يعني يعاين الحالة ويستطيع أن يأخذ فكرة عن يعني نجاح العملية أو فشلها. ايضا توقيت المقابلة، حيث يستطيع الباحث يعني تسجيل زمان ومكان اجراء المقابلة، وايضا تحديد المكان يعني اللقاء حسب ظروف الباحث وايضا حسب ظروف المبحوث، فهي تيسر يعني تيسر العملية البحثية. من عيوب المقابلة هي انها عملية مكلفة وشاقة، يعني ان تضطر الباحث التنقل من مكان لمكان لمقابلة الأشخاص، وقد يجد عوائق في إطار المسؤولين مثلا الإداريين الذين لديهم اجتماعات، وقد يستدعي الحصول على موعد مع هذا الشخص أو هذا المسؤول، يعني قد يستدعي أسابيع أو شهور إلى غير ذلك، فهي مضنية وصعبة، ولكنها كما قلنا لديها مزاياها. قد يعني تتأثر المقابلة يعني بالحالة النفسية للباحث أو للمبحوث، فإذا كانت الحالة النفسية لأي منهما مضطربة قد يؤدي ذلك إلى الإخلال بنتائج البحث أو الإضرار بالمعلومات المتوخاة من المقابلة. وأخيرا نتطرق إلى الملاحظة، تعتبر الملاحظة من أقدم وسائل جمع المعلومات في المجالات العلمية بصفة عامة، بما في ذلك المجال القانوني، حيث كان يستخدمها الإنسان في التعرف على الظواهر الطبيعية وغيرها من الظواهر، وقد استعانت يعني العلوم الإنسانية والاجتماعية بأداة الملاحظة في مجال البحوث العلمية الاجتماعية.
و يعني اهم من اهم التقنيات للبحث العلمي هو الملاحظه. ف يعني تستخدم الملاحظه لرصد الوضعيه الحاليه للظاهره المدروسه، وايضا تطور ان كان هناك تطور لهذه الظاهره. فدقه الملاحظه لدى الباحث تجعل منه باحثا جيدا، يمكنه ان يعني يستخلص نتائج من البحث. ولا بد من للباحث خاصة في العلوم الإنسانية أن تكون ملاحظاته دقيقة، وأن يكون سرعة بديهته جيدة لكي يعني يقتنص المعلومة ولو من طريقة النظرة أو طريقة الكلام، فهو يستقي منها المعلومات التي تفيد بحثه. إذن نكتفي بهذا القدر، وأراكم في محاضرة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.